حقيقية. تصوير الموتى، توثيق فهد حسن. 1869 في بوسطن الأمريكية، ويليام مومولر كان قاعد في استوديو التصوير الفوتوغرافي الخاص به. دخلت عليه ست في الستينيات من عمرها وقالت له: ممكن أخد صورة مع روح زوجي المتوفى؟ كانت لابسة ملابس حداد سودة وفضلت مخبية وشها لحد ما المصور جاب الكاميرا وهو مش فاهم حاجة. شالت القماش أو الداري بيه وشها، لكن المصور معرفهاش رغم أنها كانت أشهر سيدة في المجتمع الأمريكي كله. الست دي بعد موت زوجها تعلمت تحضير الأرواح على حد زعمها، وقالت أنها سمعت صوت روح جوزها فحبت تاخد معها صورة. حضر المصور الكاميرا وشالت الحجاب وأخد لها الصورة، وبعدين نزل القبو اللي بيحمض فيه الصور، وبعد دقايق حمض الصور ورجع للست وهو ماسك الصورة وعلامات الاستغراب والدهشة الفظيعة على وشه. ظهرت في الصورة الأرملة وهي قاعدة، ومن وراها ظهر رجل في هيئة بيضاء زي الضباب. الرجل حاطت ايده على كتفها، والطيف ده أو الروح أو الخيال ده كان ليه نفس ملامح الرئيس 16 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أبراهام لينكولن، واللي كان أغتيل قبل التاريخ اللي ذكرناه بأربع سنين. ليتضح أن الأرملة هي السيدة الأولى السابقة ماري تود لينكولن. الصورة دي كانت نقطة تحول في حياة المصور ويليام مومولر، لفتت الأنظار إليه بشكل كبير وجعلت شهرته تصل إلى مختلف الولايات. وبرغم أنه تم تشكيك الصورة وشك فيها ناس كتير جدا على قطاع واسع ونطاق كبير، إلا أن ده ما منعش من انتشارها علشان تبقى أكتر الصور اللي نشرتها الصحف الأمريكية على الإطلاق خلال القرن الـ19. فتحت جدل غير مسبوق بسبب ظاهرة التواصل مع الأرواح ورصدها، وبالأخص ظاهرة الصور الروحانية اللي اتنسبت للمصور مومولر. 1861 كان الشاب ويليام مومولر عنده 29 سنة، اتجوز واحدة اسمها هانا. في السنة دي مراته قررت احتراف العمل في مجال الوساطة الروحية. مومولر لم يهتم وكان شايف انه موضوع فارغ، وفي اليوم في السنة دي يوم محدد مومولر قال لنفسه: ينفع اكون مصور ومصورش نفسي؟ هاخد صورة. وحاول التقاط صورة شخصية لنفسه عن طريق تركيز الكاميرا على كرسي فاضي، وبعدين يجري بسرعة ويقف جنب الكاميرا بعد فك عدسة الكاميرا. مومولر اخد الصورة وحمضها، وقف زي ما يقولوا كده متنح، لقى شكل غريب ظهر وراه بوضوح، خيال لبنت قاعدة على الكرسي كانت زي الضباب. فضل يبص ويركز، اكتشف انها بنت عمه الميتة قبل سنة 1861 بالسبع سنين. مومولر ما صدقش وحب يتأكد، اخد الصورة وراح لأحد الوسطاء الروحانيين اللي كانت مراته بتتعامل معاهم، وادعى انها صورة حقيقية لأحد الأرواح من العالم الآخر، لكن اتفاجئ والوسيط الروحاني صدق، واعتبر الصورة هي أول دليل مادي على صحة عالم الأرواح. ردة الفعل اللي متوقعهاش مومولر خلته يعيد النظر في الصورة اللي أخدها صدفة أو هو بيلعب. حاول تكرار التجربة وفعلا اتكرر ظهور أشكال شفافة أكتر من مرة، وبقى مقتنع إنها أرواح، وأعلن بعدها أنه أصبح أول مصور فوتوغرافي للأرواح في العالم، وبقى يقدم نفسه للناس ويقول لهم: أنا أول مصور أرواح. أعلن مومولر عن نفسه مصور للأرواح رسميا، وساعتها بدأت الناس تجري عليه من جميع أنحاء مدينة بوسطن، والصحف المحلية تكتب عنه وتنشر صور الأرواح اللي هو بيصورها. شهرته زادت، الناس ما بتقتش تتكلم غير عنه، وهنا قرر مومولر فتح استوديو في شارع واشنطن فوست في مدينة بوسطن، وطلب آلاف الناس منه التقاط صور لهم بجوار أقاربهم اللي فقدوهم في الحرب الأهلية. أصبح هذا المصور صاحب ثروة كبيرة وضخمة، كان بياخد $10 مقابل الصورة، وده ما يعادل 5 أضعاف السعر المعروف وقتها، وربما أكثر من 10 أضعاف، مع عدم ضمان ظهور الأرواح في الصورة. قال: احنا مش متأكدين ولا ضمنين مزاج الأشباح إذا كانوا حابين يتصوروا ولا لأ. فبياخد بدل الصورة 12 صورة لكل فرد، والناس بتصدق. كل الناس بيطلبوا من مومولر
ظهور أرواح معينة معهم في الصور، قرايبهم أصدقائهم المتوفين. وبعدين الموضوع تطور بقوا يطلبوا ظهور أرواح ممثلات المسرح الشهيرات اللي كانوا بيحبوهم وماتوا، والبعض بقى يطلب فنانين، البعض بقى يطلب شخصيات تاريخية. بدأ يتوافد على مومبلر زباين من كل الولايات المتحدة الأمريكية. ولما وصل لذروة النجاح زارته السيدة الأولى السابقة ماري تود لانكلين علشان تتصور مع روح جوزها اللي اغتيلت قدام عينيها. مع الوقت بدأ مومبلر يتعرض للانتقاد والتشكيك. في المقابل كان الانتشار الضخم للصور وخصوصا صورة الزوجة الرئيس لانكلين بتجعل الأنظار تسلط عليه أكتر، ورفع ده حجم الانتقادات أكتر. الناس بتدور على إجابة شافية للسؤال الأشهر في بوستن وقتها، هل ما يظهر في صور مومبلر هي أرواح حقيقية أم أنها مجرد خداع بصري؟ هو فعلا بيتواصل مع الأرواح ولا نصاب؟ اعتقد اغلب مصوري بوستن ان هو مخادع بيلجأ لحيلة وتقنية غير معروفة. كان من اشهر من شككه في مومبلر المصور الامريكي جيمس بلاك اللي كان معروف بصوره الجوية لمدينة بوستن، واللي بيعتقد انه اول من التقط صورة جوية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية من داخل منطاد سنة 1860. دخل بلاك في رهان مع مومبلر في مرة وقال له هدي لك $50 لو خدت لي صورة يظهر فيها شبح حقيقي من غير اي خدع. وتوجه لاستوديو مومبلر وفحص الكاميرات كويس قبل التصوير واللوحات الزجاجية ونظام المعالجة، وبعدين تم التقاط الصورة وراح مومبلر واخده معاه للغرفة المظلمة اللي بيحمط فيها الصور علشان يتأكد من سلامة كل حاجة بنفسه. كل حاجة كانت طبيعية جدا فعلا. بقى هيتجنن لما الصور بدأت تظهر ولقى ان في شبح ظهر جنبه منه في الصورة. بعد الموقف ده كتب المصور الشهير أوليفر ويندل هولمز في مقالة بمجلة أتلانتيك الشهيرة سنة 1963 وقال: سيدة تدعى براون زبونة عند مومبلر، الست دي كانت فقدت طفلتها واتمنت لو تاخد صورة مع روحها، اتوهمت انها شافت شبح او روح بنتها في الصورة، واعتمد أوليفر على مرض التوهم والاحتياج النفسي تجاه الأحباب اللي بنفقدهم والشعور في مقابلتهم الملح والشعور لرؤيتهم الملح مرة جديدة حتى لو مجرد أطياف هو اللي بيخدع الناس. اللافت للنظر ان الطريقة دي كانت شائعة عند بعض المصورين اللي ادعوا بقدرتهم على تصوير الأرواح تقليد لمومبلر، ولجأوا لخدع ساذجة لعمل تشكيلات تشبه الأوجه البشرية للإيحاء بأنها أرواح. الغريب في صور مومبلر ان الأشباح اللي بتظهر ليها سمات بشرية واضحة مش شبه الخدع الساذجة اللي لجأ إليها المصورين الكذابين. نتيجة الانتقادات المستمرة وبالرغم من إن مفيش حد قدر يقدم دليل قاطع على إن مومبلر بيفبرك الصور، وزمان ما كانش في حاجة اسمها فبركة يعني، وبالرغم من تمسك مومبلر وإصراره على صدق وسلامة صوره، لكن سمعته تضررت بشدة. بدأ كتير من زباينه يميلوا إنه بيستخدم حيلة ما، وزادت الشكوك بعد انتشار أخبار في الصحف إن بعض الأرواح اللي ظهرت في صور مومبلر الفوتوغرافية كانت في الواقع لناس على قيد الحياة. قرر مومبلر ينقل عمله لمدينة جديدة غير بوسطن، واتنقل لنيويورك واستأجر استوديو في منطقة تشتهر بتجمع استوديوهات التصوير في برودواي. كتب مومبلر يقول في كتاب دعائي صغير نشره ليروج لنفسه في نيويورك: يا لها من فرحة كبيرة للقلب الحزين، يا له من شيء أثلج الصدور المتألمة عندما تعلم أن أصدقائنا الذين ماتوا من الممكن أن يعودوا، كما يعطينا ذلك دليلا لا لبس فيه على الحياة الأخرى. خلال سنة واحدة مومبلر بقى أشهر مصور فوتوغرافي في نيويورك، التقط ما يقرب من 500 صورة. ده مكنه أنه يشتري استوديو في أشهر مبنى في نيويورك، هو مبنى 630 في برودواي. وفي الاستوديو ده بالتحديد قام بتصوير تشارلز ليفرمور اللي كان سبب في استعادة مومبلر لسمعته، لان ليفرمور كان بيشتغل في مجال تحضير الارواح وارسلته صحيفة نيويورك تايمز ضمن فريق من المحققين السريين الى مومبلر لاعداد تقرير عن صوره ومحاولة كشف الحقيقة. قعد ليفرمور قصاد مومبلر عشان يتصور وبحث عن الحيلة اللي بيستخدمها في كشف الخداع واللعبة. بعد ما انتهى مومبلر من التصوير اصطحب ليفرمور للحجرة المظلمة وشاف بنفسه الصور وهي بتتشكل قبل ما مومبلر يعومها في الأحماض، ثم يظهر شكل آخر وصورة عجيبة تظهر جنب ليفرمور في الصورة، طيف على شكل مرات ليفرمور.
انتهى شك ليفرمور لما شاف كل مراحل الصورة وشاف صورة مراته وروحها، وتحول لأكبر المدافعين والموردين لهذا المصور، وبقى يأكد ويتكلم في كل المحافل أنه مومولر الوحيد اللي بيمتلك المصداقية، وأنه ليس بكاذب، وأنه كمان صورة زوجته أكبر دليل. لما شهرة مومولر رجع تاني في نطاق أكبر، قرر عمدة نيويورك أوكي هول مراقبة مومولر ومتابعة كل البلاغات والشكاوى عنه ودراستها. كان من بين الشكاوى دي شكوى جماعية نشرها المحرر العلمي في صحيفة وولد اسمه مايور هول، تلقاها من أعضاء قسم التصوير الفوتوغرافي في المعهد، وقال إن اللي بيعمله مومولر وهم قالوا مع بعض بيفقد الجماهير الثقة في التصوير الفوتوغرافي اللي كان لا يزال في عقوده الأولى، وكان في مطالبات بضرورة اتخاذ إجراء ضده للحفاظ على مهنة التصوير وهيبتها. قصاد الشكوى دي قرر عمدة نيويورك التحري بشكل سري أكبر ونطاق أوسع لكشف حقيقة مومولر وإنهاء الجدال اللي انتشر في المدينة. 16 مارس 1871 توجه رجل يظهر عليه الثراء والهيبة لاستوديو مومولر في شارع برودواي، وقدم نفسه على أنه أحد النبلاء الراغبين في التقاط صورة روحية، وطلب يظهر معاه في الصورة روح والد زوجته المتوفى علشان يهدي الصورة لزوجته كتذكار. وبعد ما مومولر أخذ الصورة وحمضها وقدمها للزبون، الرجل بص للصورة على ملامحه ابتسامة عريضة. مومولر كان واقف مش فاهم ايه الابتسامة ولا فاهم تفسيرها. الرجل بص له بكل ثقة وقال له: مرحبا بك سيد مومولر، لقد وقعت في الفخ. النبيل المزيف طلع الضابط جوزيف توكر مارشال مدينة نيويورك، واتخفى بطلب من العمدة علشان يوقعوا مومولر. قال توكر لمومولر ان الروح المزعومة اللي ظهرت معاه في الصورة ليها ملامح مختلفة عن والد زوجته، وان اصلا والد زوجته عايش عادي. في 12 ابريل من نفس السنة اعتقل رجال توكر المصور الفوتوغرافي مومولر بتهمة النصب والخداع على الساذجين تحت دعوى ما يسمى بصور الارواح. فمفارقة غريبة، تم سجن اول مصور لارواح الموتى من اجل المحاكمة، وتم سجنه في سجن يدعى بسجن المقابر. 21 ابريل افتتح القاضي جوزيف دولوينج جلسات المحاكمات الأولية. تم الاستماع للدعاء ثم دفاع المتهم تمهيدا لاتخاذ قرار برفع القضية إلى هيئة المحلفين الكبرى أو إطلاق سراح المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة. كل الادعاء والصحف شايفين أنه مش المتهم الرئيسي في القضية هو مومولر، المتهم هو الحركة الروحانية الحديثة اللي سعوا من خلال محاكمة مومولر للقضاء عليها وبترها ووقدها وتوعية الناس بخدعها. كان الشهود اللي تم استدعاهم من المصورين وكلهم كانوا فحص استوديو مومولر وما قدروش يثبتوا عليه أي حاجة، دي شهادتهم. تم استدعاء مجموعة من زباين مومولر شهدوا كلهم لصالحه وهم ماسكين بالصور الروحية اللي أخدها ليهم، وأكدوا أنها صور حقيقية وأن فيها أشباح قرايبهم بالفعل. والمحكمة ضمت صور ضمن أحراز القضية. القاضي جون إدمونز وهو قاضي سابق في المحكمة العليا في نيويورك وكان أحد زباين مومولر أذهل الحاضرين بشهادته بأنه لم يتمكن من رؤية الموتى في صور مومولر بس، ده كمان اتكلم معاهم وقال: أنا أؤمن بصدق صور مومولر. نتيجة الشهادات دي استطاع الدفاع أن يطعن في حجة الادعاء قائلا: كيف يمكن اتهام مومولر بخدمة هؤلاء الأشخاص الذين أكدوا بما لا يدعو مجالا للشك رؤيتهم لأحبابهم في صورة؟ وفي النهاية أعلن القاضي قراره وتمت تبرئة مومولر وإطراق سراحه لعدم كفاية الأدلة. ورجع مومولر مرة تانية لبوسطن ووصل مهنته الغريبة، لكن كان فقد شهرته وسمعته. وفي 16 مايو 1884 مات مومولر وهو فقير مريض بعد ما خسر كل فلوسه وسمعته. المفارقات منها إن مهارة مومولر كمصور ومبتكر في عالم الفوتوغرافيا لم تكن تقل عن مهاراته في الاحتيال والخداع، فقد مات وهو يملك العديد من براءات الاختراع لعدد من تقنيات التصوير الفوتوغرافي الرائعة، بما في ذلك التقنية التي تعرف حتى الآن باسم عملية مومولر، اللي ساعدت الناشرين بإعادة إنتاج الرسوم التوضيحية الفوتوغرافية مباشرة في الصحف والكتب والمطبوعات الورقية. ورغم كل ده فضل مومولر مصمم حتى لحظاته الأخيرة على رأيه أنه كان مجرد أداة متواضعة للكشف عن حقيقة جميلة، وأنه لم يلجأ للاحتيال أبدا. وقبل ما يموت دمر كل النيجاتيف الخاص بصوره،
علشان يقضي على آخر دليل ممكن الناس تكشف منه الصدق من الكذب. ولحد النهاردة مفيش حد قدر يكشف الخدعة اللي استخدمها مومولر بالظبط، خدعة فوتوغرافية قبل اختراع الفوتوشوب ب115 سنة. هل الراجل ده فعلا كان وسيط روحاني وقدر يصور الأشباح، ولا الراجل ده كان عبقري سابق عصره وسابق زمانه وقدر يستغل عبقريته وسذاجة الناس في انه ينشر مثل هذه الأكاذيب في أحداث حقيقية؟